طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. الرئيس عون: لابد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة. الرئيس دياب: هناك دائما من يحاول العرقلة ويضع العصي في الدواليب. ووفيات كورونا تتجاوز 250,000 على مستوى العالم. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. البداية من جلسة مجلس الوزراء، والتي من أبرز بنودها البحث في طرح وزيرة العدل لمكافحة الفساد وبند استرداد قطاع الخليوي. وكان سبق مجلس الوزراء جلسة للمجلس الأعلى للدفاع. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا إلى القصر الجمهوري جويس نوفل. جويس، يعطيك العافية. إذن تفاصيل الجلسة من جهة والمجلس الأعلى للدفاع من جهة أخرى، معك تفضلي. نعم باميلا، بالفعل تستمر جلسة مجلس الوزراء يلي على جدول أعمالها 6 بنود، والأبرز كما ذكرتي البند المتعلق بـ8 نقاط التي عرضتها وزيرة العدل ماري كلود نجم، يلي باقي منها 3 نقاط تحديدا يتم البحث فيها في هذه الجلسة، يلي عنوانها الأبرز نوعا ما خليني أقول إن كان مكافحة الفساد. وأيضا حضر بشكل كبير في هذه الجلسة الأسعار أو ارتفاع أسعار كل شيء، المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية، مثل ما كنت عم اقول انه الابرز هو ان كان المواد المتبقيه من التدابير الانيه والفوريه لمكافحه الفساد واستعاده الاموال المنهوبه. كان باقي 3 نقاط بس، خلينا بدي تفضلوا. بعتذر بس لانه مضطرين يمرق حدا من قدام الكاميرا فعم يطلبوا الاذن. رح كافي معك باميلا بهذا الوقت انه مثل ما كنت عم اقول هذه النقاط المتبقيه لوزيره العدل، وايضا في البند الاول اللي هو عرض من وزير الدوله للتنميه الاداريه مشروع الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد. بهذه النقطة أيضا كان هناك حديث ومناقشة حول هدول المواضيع. النقطة الأبرز بعيدا عن مكافحة الفساد هي استعادة الدولة لقطاع الخليوي وقطاع الاتصالات. هذا الأمر كان خلينا نقول أخذوا وزير الاتصالات القرار طلال حواط وبط بالموضوع، ولكن بحسب المعطيات والمعلومات أنه مجلس الوزراء وتحديدا رئيس الحكومة حسن دياب كان سبق وقال أنه هذا الموضوع سيطرح في أول جلسة مقبلة، يعني جلسة اليوم، لإعطاء نوع من الشرعية لقرار وزير الاتصالات طلال الحواط باستعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة اللبنانية. وأيضا بحسب المعلومات أنه لم يتم بحث التعيينات ولن يتم حسم موضوع التعيينات إن كان بالمتعلقة بمجلس الخدمة المدنية وإن كان بمحافظ بيروت، تعيين محافظ بيروت. والأبرز أيضا باميلا هو أنه مجلس الوزراء قرر تمديد التعبئة العامة 2 أسبوع، أي إلى 24 أيار ضمنا، وذلك بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع يلي كان اجتمع قبل مجلس الوزراء. بالمواقف مثل ما قلت أنه كان هناك حضور لموضوع الأسعار الغالية بالسلع الاستهلاكية يلي عم بعاني منها المواطن اللبناني. الرئيس عون قال أنه ارتفاع أسعار هذه السلع على اختلاف أنواعها تخطى المقبول، ولابد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة. وكان أيضا نفس الحديث بنفس السياق كان تحدث الرئيس عون بالجلسة المجلس الأعلى للدفاع، وقال أنه يجب حماية المستهلكين ويجب أن تكون هناك مراقبة فعالة لهذا الموضوع. أيضا تحدث الرئيس عون في مستهل الجلسة أنه ينبغي إلى كل الاهتمامات للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين بالظروف الصعبة الراهنة يلي عم نمرق فيها تحديدا، لا سيما ما خص المساعدات الاجتماعية والإعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها. وتحدث رئيس الجمهورية أن هناك مشاريع قوانين واقتراحات قوانين عديدة بموضوع مكافحة الفساد، ولكن يجب أن نعتمد صيغة واحدة لرفعها إلى مجلس النواب وفقا للأصول.
وبنفس الإطار أيضا تحدث رئيس الحكومة حسن دياب عن إن كان هذه التدابير وهذه المساعدات، وأيضا كان هناك تخوف من موجة تانية من وباء الكورونا وفيروس كورونا، تحديدا لأن المواطنين اللبنانيين لم يلتزموا. هذا الأمر شدد على الرئيس دياب، وأيضا تحدث عنه وزير الصحة في جلسة المجلس الأعلى للدفاع. كان هناك نوع من الرسالة، خلينا نقول السياسية، أو رسالة أيضا تحدث بها رئيس الحكومة حسن دياب في مسهل الجلسة عندما قال أنه الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف هناك دائما من يحاول العرقلة ويضع العصي بالدواليب، مع أنه المرحلة تابعة دياب تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لا تعجيل الإنقاذ. طبعا هذا في ظل كل الهجومات أو الانتقادات أو ما يتم الحديث عن إجراءات الحكومة، وحتى عن الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة الخميس الماضي هنا في جلسة في قصر بعبدة. هذا ملخص عن جلسة مجلس الوزراء. بالنهاية كان هناك بالمجلس الأعلى للدفاع كما ذكرنا توصية إلى تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين، أي إلى 24 أيار، وبالفعل تم الأخذ بهذا الموضوع بعد عرض وتقييم إن كان للمرحلة الأولى وإن كان للمرحلة الثانية اللي بدأت بالأمس، وبالتزامن مع تمديد التعبئة العامة طلب من كافة الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية التشدد بتطبيق التدابير، إن كان تدابير وقائية إن كان عدم التجمع، لأنه بالفعل بحسب هذا التقييم الأولي هناك تخوف جدي من موجة ثانية من فيروس كورونا تصيب لبنان، لأنه هناك عدد من المواطنين اللبنانيين لم يلتزم أصلا بالإجراءات اللي كانت قبل ولم يتقيد بكل هذه التدابير، لذلك هذا التحذير وسيكون هذا التشدد بالتزامن كما ذكرت مع الإبقاء على المراحل الخمسة التي سبق وتم تحديدها والتي تنتهي في 8 حزيران كقراءة أولية، لأن يمكن أن يكون هناك أي تعديل يطرأ مع التقييم الذي يحصل كل ساعة بساعة حول كل هذه المواضيع. نستمع إلى أبرز ما قاله اللواء محمود الأصمر أمين عام مجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق. استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس الكورونا، وشدد على ضرورة إيلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنواع السلع ومصادرها وهوامش ربحها. ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذت ونفذتها الحكومة والوزراء، وأشار دولة الرئيس إلى أن التقييم العام جيد، إنما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء، وهناك تخوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى، وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، وأشار إلى أن مسألة غلاء الأسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والمعنية. أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أنها أجرت اتصالاً بناءً مع رئيس الحكومة حسان دياب خصص لمناقشة الخطة الاقتصادية للحكومة والتي تعتبر خطوة مهمة نحو الأمام، وأكدت على أنها توافقت مع دياب على أن يبدأ فريقا الصندوق والحكومة اللبنانية البحث في الإصلاحات الأهم التي تؤمن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانيين. وفي عين التيني لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري عشية لقاء الأربعاء في بعبدة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن خطة الحكومة الاقتصادية بحاجة إلى نقاش في اللجان النيابية والهيئة العامة لاستطلاع موقف كل النواب والكتل النيابية من الموضوع، ولا ننسى أن للمجلس دور رقابي على كل الأمور، فكيف إذا كانت خطة بهذا الحجم؟
أنا بمقاربتي القانونية اليوم بدي أقول إنه هالخطة في محلات كتيرة مش محترمة لا الدستور ولا القانون، وعم تلغي مفاهيم قام عليها لبنان وقواعد لو ما منها ما كان لا لبنان ازدهر ولا بيقدر يزدهر ولا الاقتصاد فيه يستمر. احدى اهم هالقواعد احترام الملكية الفردية وعدم التعدي على الملكية الفردية. القاعدة الثانية وهي مكرسة بالدستور احترام النظام الاقتصادي الحر. القاعدة الثالثة عدم تداخل القوانين العامة بتتدخل فيهم الدولة بالقوانين الخاصة. يعني نجي ندخل نحن تتدخل الدولة بعلاقة تعاقدية مثلا بين المودع والمصرف، إلا ما فيها تتدخل الحكومة، هي علاقة عقد عامله المودع هو المصرف، ما فيها الدولة تجي تغير قواعد هذا العقد. استدعى وزير الخارجية والمغتربين نصيف حتي سفير ألمانيا الاتحادية واستوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله، وأوضح السفير أن القرار متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه، مؤكدا أن القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. بدوره أكد حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني. الكاتب والباحث السياسي علي حجازي أشار في اتصال ضمن أخبار المساء أن ما يرتكب بحق الناس جريمة ونحن في بلد مهدد بالمجاعة، ولا تتحمل حكومة حسان دياب المسؤولية بل كل القوى السياسية التي حكمت البلد. سيد نصر الله أدم، هي هذا البلد مقسم مناطقيا ومذهبيا وحزبيا وطائفيا من الآخر. بمناطق نفوذ القوات فلتقدم القوات متطوعين لخدمة مصلحة حماية المستهلك، بمناطق نفوذ حزب الله وأمل يتفضلوا حزب الله وأمل، بمناطق نفوذ لحزب التقدم الاشتراكي نفس الشيء، التيار نفس الشيء. آخر النهار الناس ما عادت قادرة تحمل ما يرتكب بحق الناس، هو جريمة جريمة. يعني نحن ببلد مهددين فيه بمجاعة حقيقية بشكل واضح وصريح. طبعا لا تتحمل حكومة حسان دياب المسؤولية ولا الرئيس حسان دياب ولا وزراء حكومة حسان دياب، من يتحملون المسؤولية ان كل القوى السياسية اللي حكمت هذا البلد من 92 حتى يومنا هذا واللي مختلف اليوم على حماية فاس دين. بس هي الموجودة حاليا بالسلطة هي اللي بدها تلاقي الحلول، جرب تلاقي الحلول أقل ضرر على المواطن بطبيعة الحال. نعم، وبرجع أقول شغلي، الأولوية شو اليوم؟ الأولوية يا فخامة الرئيس، وطبعا حتى ما ننسى أنه الكيد السياسي يصل إلى حدود أنه بمرحلة يفترض يكون أن كل يدنا سوا حس عالي من المسؤولية. معطل اجتماع في بعبدة شو الهدف منه؟ الهدف منه إقرار خطة تهدف إلى إنقاذ البلد. لك يا شباب، ما فيكن أنتوا اللي كنتوا عم تدبكوا بعرس نهب البلد، وانتوا اللي كنتوا كمشين على الاول دبكي، انت يا وليد جبلاط وانت يا سعد الحريري، ما فيكن هلا بالعزة تقولوا ما خصنا. انتوا اللي اطلقتوا النار على اقتصاد هذا البلد، وانتوا اللي دمرتوا هذا البلد، وانتوا اللي متهمين اوائل علية الناس بسرقة مال هذا البلد. فضلوا روحوا قعدوا على طاولة الحوار، وعلى كل حال حضرتوا ولا ما حضرتوا بنهاية المطاف واحد منكم هم تعيينات، واحد تاني ناطر اتصال من موظف بالسفارة السعودية لحتى يشوف إذا بعده للسعوديين متحمسين إدول ولا لا. نشير إلى أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غادر عين التين منذ لحظات دون الإدلاء بأي تصريح.
التحقيقات في قضية الفيول المغشوش مستمرة. طلب القاضي أولى منصور الاستماع إلى الوزيرة السابقة ندى البستاني ومدير الشركة المشغلة لمعملي الجي والذوق ومدير عام كهرباء لبنان، كما طلب الاستماع إلى الوزير محمد فنيش موقع العقد مع سوناتراك الجزائر في العام 2005. تقرير لارا الهاشم. فتح ملف الفيول المغشوش على مصراعيه مع توسع القضاء في التحقيقات، فبعد المعلومات التي أدلى بها عبر الأو تي في مدير العمليات في الشركة المشغلة لمعملي الذوق والجية يحيى مولود، أعطت القاضية غد عون إشارة إلى فرع المعلومات للاستماع إليه بصفة شاهد وموظفين آخرين في المنشآت النفطية. بعتين 77 رسالة لبين معمل الذوق ومعمل الجية وللمديرية العامة. يحيى اشرح لنا شو اللي بتعمله بس يعرفوا المشاهدين. وكتبنا أكثر من مرة لمؤسسة كهرباء لبنان، وبأول كمان كتبنا لوزارة الطاقة اللي جاوبت انه انتم ما لكم حق تكتبوا لنا مباشره الا من خلال مؤسسه كهرباء لبنان. نحن بنشغل معمل الذوق ومعمل الجي اللي بتوصل الباخره اللي بتشتريها المديريه العامه للنفط او من خلال المنشاه النفطيه اللي بتسلمها لمؤسسه كهرباء لبنان. نجي نحن بدنا نستلم محتوى هذا الفيول لنشغل على اساسه المعاملنا، لان معملين الذوق والجي للمحركات العكسيه اللي بنقوم فيه خلال تفضايه الباخره بناخذ عينات على طريقه الدريبنج سامبلينج، يعني بناخذ عينه بتمثل كل محتوى الباخره وبنقوم بفحصها. هلا بدايه بنقوم بفحصها بمختبراتنا داخل المعامل، وبنفس الوقت بنرسل عينه الى دبي للتاكد من نوعيه هذا الفيول. خلال الثلاث سنوات نحن استلمنا 64 شحنه خلال هذا الوقت، اربع شحنات رفضناهم بالكامل على سنوات يعني مش مره واحده، بال2019 بال2020 مرتين، و15 شحنة كانوا غير مطابقين فعليا لمواصفات تشغيل المحركات واللي تكبدنا من خلالهم خسائر. القاضية عون تتوسع في التحقيقات إلى ما قبل وصول الباخرة بالتيك في شهر آذار لتحديد الفترة الزمنية التي امتد إليها التلاعب الفيول، علما أن الداتا التي تم ضبطها في مكتب زد آر في الذوق قيد التحليل. وتشير معلومات الأو تي في إلى أن أحد الموظفين شهد عبر كاميرات المراقبة أثناء تهريبه لمستندات من الفرع قبيل أيام قليلة على المداهمة. وبشكل متوازن تنتظر القاضية عون استلام المستندات من كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط لتحديد الجهة المستوردة للباخرة ASBOS التي رفضت وزارة الطاقة تفريغها بعدما تبين أن حمولتها بالفيول مغشوشة، فيما تشير معلومات الأو تي في إلى أن الناقلة دخلت لحساب شركة البساتينة التي تصدر الفيول إلى لبنان بالتقاسم مع زد آر مستخدمة سوناترا كواجهة. في هذا الوقت يستكمل قاضي التحقيق في جبل لبنان أولى منصور التحقيقات في ملف بالتيك، علما أنه سبق وطلب من فرع المعلومات التوسع في التحقيق، وبناء عليه طلب الاستماع يوم الأربعاء إلى كل من الوزيرة السابقة ندى بستاني التي أكدت حضورها عبر تويتر التزاما منها بالشفافية والوضوح كما غردت، والوزير السابق محمد فنيش للاطلاع منه على العقد الذي وقع مع سوناتراك لأول مرة في عهده والذي سيحضر بدوره كما علمت الأو تي في، كما طلب الاستماع إلى كل من مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ويحيى مولود. أما يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن يحضر مدير المنشآت النفطية سركيس حليس إلى مكتب منصور لاستجوابه، فيما طلب القضاء تحديد حركة دخول وخروج المدعى عليهم في شركة زد آر المتوارين عن الأنظار. وفيما تتجه الأنظار حول قرار مجلس وزراء فيما خص العقد الموقع مع دولتي الجزائر والكويت، تؤكد مصادر وزارية مطلعة من خارج دائرة التيار الوطني الحر أن العقد واضح لناحية المواصفات والتسعيرة والجودة، وأن مع توقيعه وضع حدا لكل السمسرات التي كانت تحصل سابقا مع ضمان استمرارية تزويد لبنان بالفيول. أما الفضيحة الكبرى فتكمن في التلاعب في نتائج الفحوصات، فمن حيث المبدأ تصدر النتائج عن ثلاث مختبرات في لبنان تابعة للمنشآت النفطية، إضافة إلى شهادات صادرة عن شركات رقابة عالمية، ما يعني بحسب المصدر أن المديرية العامة للنفط والمنشآت هما عين الوزير وفريق عمله الذي يركن إليه لمراقبة عمل الإدارات، وبالتالي فإن الأساس هو تحديد الجهة التي تحرض على التلاعب والجهة المرتشية. وفي خبر يحمل إيجابية، أظهر رسم بياني لجامعة هارفارد الأمريكية قائمة بالدول التي نجحت في التصدي لوباء كورونا المستجد، وصنف لبنان بين الدول الـ15 التي احتوت أزمة الكورونا.
لفت وزير الصحة العامة حمد حسن في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه رغم تعدد السيناريوهات الكارثية عن وباء كورونا في بدايته، يكثر الحديث عن الموجة الثانية وسوداوية المشهد، ولذا أؤكد أننا كما بالوعي والتعاون ربحنا الرهان الأول، سنجتاز التحدي القادم بالتزامنا بفك قيود التعبئة العامة تدريجياً. وفي التعداد، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أنه خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لوافدة من غينيا تم كشفها بعد يومين من دخولها إلى لبنان، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 741، ولم يتم تسجيل أي إصابة بين المقيمين، كاشفة أنه تم أيضا تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع العدد إلى 206، فيما استقر عدد حالات الوفاة على 25. وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلال 24 ساعة الأخيرة للمواطنين المقيمين يبلغ 995، أما للوافدين فقد تم إجراء 479 فحصا. نتابع في النشرة لكن بعد الفاصل. هل يبقى سعر الصرف رهينة إضراب مستمر؟ أهلا بكم من جديد. الصرافون على إضرابهم، وسعر الصرف الدولار في السوق السوداء عند 3890. فماذا يقول نائب نقيب الصرافين للأو تي في، وهل يلتزمون فور عودتهم إلى العمل تعاميم مصرف لبنان؟ الصرافون الرسميون على أضراب، والنتيجة تفلت مستمر للسوق السوداء وثبات بسعر الصرف عند 3890 ليرة للدولار الواحد. وعلى الرغم من الإفراج عن بعض ممن كانوا اعتقلوا، إلا أنه ما يقارب الستة منهم ما زالوا قيد الاعتقال لمخالفتهم التعميم الصادرة عن مصرف لبنان. نائب نقيب الصرافين إلي سرور تحدث للأو تي في رافعا الصوت: نحن اليوم الأضراب لحتى يفرجوا عن هالصرافين، طلع كثير منهم وبعد في 6 أو 7 صرافين هن اللي زالوا لهلا موقوفين. ونحن هذا الشيء طبعا نستنكره، لما اليوم الصراف بالنهايه هو يعني اذا بدك يتوقف لسببين، او لانه بيع الدولار اكثر من السعر الموجود بالتعميم. نعم. بغض النظر عن نحن راينا بالتعميم ومدى فعاليته، لانه هيدي بالنسبه لنا سوق حره ومش التعميم اللي بيهديها، ولكن نحن كمبادره تحسينيه نحن قررنا نطبقه ما عندنا مشتفين. هالصرافين توقفوا يا اما لانه خالفوا التعميم، ونحن براينا ما بدها حدث جمعه هذه الشغله اولا، يا اما لانه فات لعندهم حدا بده يشتري دولار وهن ما بيعوه، وهيدي الشغله نحن بنقولها انه منا طبيعيه اليوم انه الصراف كل دولاراته ينجبر يبيعهم. بس استاذ علي، يعني كمان هون في سؤال بينطرح، بالسابق كان تصدر تعاميم عن حاكم مصرف لبنان ولا يتم تطبيق هذه التعاميم، يعني كمان هون في مشكله بالموضوع. صح، معك حق 100%. نحن اللي عم نقوله استاذ جار، اليوم لو التعميم بيقدر يثبت سعر الصرف، كنا سنة 92 صدر تعميم للحاكم انه الدولار 1500 وما كان نكب كل هالدولارات. اللي عم نقوله اليوم، انت عم تأكد على كلامي، السوق الحرة ما فيك تضبطها بتعميم. وعندما تسأل سرور عن قطع الدولار عن المواطنين، علما انه مصرف لبنان كان عمل على ضخ الدولارات لدى الصيارفة للتخفيف من الضغط على الليرة، يأتي الجواب على الشكل التالي: مصرف لبنان ضخ مرتين او 3 مرات دولارات ونبيعه دغري. ابدا، هو مش دولارات مصرف لبنان، هو دولارات اللي نحن بيكونوا عنا اياهم، اللي هن اموال خاصه او اللي بنشتريهم من الناس، بنشتريهم وبنبيعهم. ولكن كل بيت، بما انه كل البيوت فيها دولار، ما فيك تجبر الناس تبيع دولاراتها، هو اللي مش من مصرف لبنان. مصرف لبنان دخل مرات كثير قليله بالسوق، حتى ما اقول يعني كثير قليله. وبناء عليه يبدو أن سعر الصرف رح يبقى رهينة أضراب مستمر وسوق سوداء وتلاعب تحت حجة الحرية الاقتصادية. نتابع في النشرة لكن بعد الفاصل. دارث فيدر يتولى مهمة تطبيق إجراءات العزل العام. أهلا بكم من جديد. استطلاع دولي يكشف أن المخاوف الصحية من كورونا تفوق القلق على الاقتصاد، وأحصاء لرويترز يؤكد أن وفيات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 250,000.
هل خفت وتيرة جائحة كورونا في العالم أم أن الموجة الثانية ستكون أخطر بحسب التوقعات؟ هذا وأظهر إحصاء جمعته رويترز استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومات أن عدد وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ارتفع إلى 250 ألف وفاة يوم الاثنين، وأن إجمالي الإصابات المسجلة تجاوز 3.5 مليون مصاب، لكن معدل الوفيات تباطأ. وكانت معظم الوفيات والإصابات خلال الأيام القليلة الماضية في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأعداد تتزايد في بؤر أصغر في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا. وتم تسجيل 3062 وفاة جديدة و61923 إصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3.58 مليون شخص. وعلى الرغم من أن المسار الحالي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا لا يزال بعيداً بشدة عن وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم عام 1918 وأصاب ما يقدر بنحو 500 مليون شخص وتسبب في وفاة 10% من المرضى، فإن الخبراء يعبرون عن قلقهم من أن البيانات المتوفرة بخصوص كورونا لا تعكس حقيقة تأثير الوباء. وتأتي هذه المخاوف بينما بدأت بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي ينسب إليها الفضل في المساعدة على احتواء الفيروس. أما في الصين بؤرة انتشار الوباء، فأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من أيار، انخفاضا من 3 إصابات في اليوم السابق. وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة، وسجلت أيضا 15 حالة إصابة بدون أعراض في الرابع من أيار، ارتفاعا من 2 في اليوم السابق. وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 82881، ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633. اقتصادياً، توصل مسح عالمي إلى أن أغلبية كبيرة من الناس في العالم يفضلون أن تعطي حكوماتهم الأولوية لإنقاذ الأرواح بدلاً من التحركات لإعادة تشغيل الاقتصادات التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا. وتتحدى أحدث نتائج مقياس إدلمان تراست الذي استطلع على مدى عقدين من الزمن آراء عشرات الآلاف بشأن ثقتهم في مؤسسات رئيسية، تتحدى فكرة أن الإنهاك بسبب الإغلاق العام يتزايد في المجتمعات المتضررة من الوباء. وبشكل عام وافق 67% من بين أكثر من 13200 شخص جرت مقابلتهم بين 15 و23 نيسان على الآتي: يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح حتى لو كان ذلك يعني تعافي الاقتصاد بوتيرة أبطأ. وأيد الثلث فقط فكرة ازداد أهمية أن تنقذ الحكومة الوظائف وتعيد تشغيل الاقتصاد على أن تتخذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الناس. واستندت الدراسة التي أعدتها شركة الاتصالات الأمريكية إدلمان إلى نشاط ميداني في كندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واليابان والمكسيك والسعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقال ريتشارد إدلمان الرئيس التنفيذي للشركة: الأمر معقد لأن هناك أزمتين في وقت واحد، أزمة صحية وأزمة اقتصادية. ووافق 76% من المشاركين اليابانيين على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العامة على الاقتصاد، مقابل 56% فقط في الصين التي ظهر فيها المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي. وفي كندا والمملكة المتحدة وفرنسا أيد 70% أو أكثر من المشاركين إعطاء الأولوية للمخاوف الصحية. وفي الولايات المتحدة، حيث شجع الرئيس دونالد ترامب في بعض الأحيان احتجاجات مناهضة لإجراءات الإغلاق العام، كانت هذه النسبة 66%. في الخبر الأخير، يتجول مسؤولون محليون في الفلبين وهم يرتدون ملابس شخصيات أفلام حرب النجوم الشهيرة بهدف تطبيق إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة لتوزيع مساعدات. كما استقل عاملون في الحكومة يرتدون زي الشخصيات في الفيلم قوارب خشبية صغيرة وملابس الشرير دارث فيدر لتوزيع مساعدات تحتوي على الأرز والأطعمة المعلبة للسكان في حي ساحلي قريب. مع هذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.